السلام عليكم متتبعين قناة نتيغ بليزير. في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم، كيف جرات العادة، غادي نعرفوا بالموقع ديال الصيد اللي سميتو تيليت، اللي كيتواجد قرب إمشوان. إذا هذا المصيد هذا اللي كيبعد على مدينة أكادير بحوالي 116 كيلومتر في اتجاه الصويرة. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم خليكم مع الفيديو، راه نعطيكم معلومات على هذا الموقع هذا، ونعطيكم فيديو لكي يجسد لكم يعني المصيد كيف داير، يعني الجروفة والمنطقة الصيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. وما تنساونا شايبة بلي لايك، واللي مازال ما دار ابونيت ابونا ويفعل الجرس. اذا كنشدو الطريق ديال الصويرة، كنفوتو اي تامر، كنفوتو طابوكا اللي معروفة، يعني هذاك الفيراجات ديالها والطلعة، وهذا ملي كنفوتو طابوكا كنتلاقاو الطريق اللي كدي الامسوان على اليسر. اذا هاد الطريق هادي اللي كدي لمسوان راه حتى هي كدي هذاك المصيد ديال تليلت. الفيلاج هو الفيلاج ديال تليلت، و تعطات السميه ديال داك المصيد لهذاك الفيلاج اللي كاين حداه. اذا هاد الطريق هادي حتى هي كتدي للمصيد ديال تليلت، انما دايره شي شويه وفيها شويه ديال الفيراجات. دونك كاينه طريق اخرى لقدام بعد ما تفوتوا الطريق اللي كتدخل لمسوان على الصويره، كتفوتوا لقدام كتلقاو القدرون على يديكم اليسر. غالبا دابا راه تكون فيه البلاكه ديال تليلت، راه القدرون باقي جديد. دونك كدوروا على يديكم اليسر وكتمو غادي نيشان حتى كتوصلوا للدوار ديال تليلت، راه فيه البلاكه ديالو، يعني ما تدور لا على اليمين لا على اليسر. انت كتلقى القدرون على اليمين، ما تدورش مع سير نيشان، غتلقى لا بيست كبيره هي معاش غادي تدور ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك غتلقى لا بيست الاولانيه على يديك اليمين، هي هادي، ما تدخلش معاها. كاينه بيست اخرى صغيره هي هادي كي كتشاهدوا. دونك لا بيست الثالثه هي اللي كتدخل للداخل ديال الدوار ديال تيليتو، هي اللي كدي للمصيد. هاد لا بيست الى باقي نعقل راه فيها تقريبا شي 3 كيلومتر ولا لا كاين شي 4 كيلومتر من هاد لا بيست هادي حتى للمصيد لتحت. المصيد لتحت على اي راكي المعلومات في الفيديو اللي درت في القناه، راه غنخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش اللي بغى يتفرج في هذاك الفيديو يتفرج فيه، سينو راه غادي تافيشا في لافان ديال ليكرو. على اي كتشد هاد لابيست هادي، انت كدوز محدا الجامع وكتم هابط. هاد لابيست الى باقي ناقرا فيها شي 1 كيلومتر كيلك، شي كيلومتر و200 تقريبا اللي فيها، وشويه قاصحه. دونك راه في الاخر الفيديو غادي نخلي لكم فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي كيبين هاد لابيست هادي باش تعرفوا القصوحيه ديالها. الموتور والطوموبيل كتهبط، ولكن الا كان شي طوموبيل نيت مفورسيه، الا كان الطوموبيل شويه عيانه راه ما كاينش شي، دونك كتهبط لتحت لابيست. وكاين هاد لابيست هادي راه كدي تقريبا لواحد الشاطئ هنا، غير انا ما مشيتش ليه باش ما نكذبش عليكم. دونك ها هو الشاطئ كتشاهدوا، هاد لابيست راه كتجيب كتوصل لعندو. انا دزت لقدام لهي فين صيدت انا والرئيس يوسف اللي كنشكرو من هاد الشاشه هذه الصغيره، لانه هو اللي وراني هاد المصيد هذا، الله يجازيه بخير، رجل طيب هو وسي عادل. دونك كنجي لقدام هنا، كلشي هاد البلايص هادو راهم ديال الصيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم في الاخر الفيديو، راه غنعطيكم فيديو اللي كي يجسد يعني هادوك الجروفه كي دايرين ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك هنا كي قلنا هنا كله ديال الصيد، دونك هنا كتجيب الموتور عادي سون بروبليم. هنا انا والرئيس يوسف هنا بالضبط فين صيدنا، جبنا الموتور تال هنا صيدنا هنا. نعاود نذكر هاد لابيست هادي شويه، راها قاصحه، يعني الا ما عندكش هاد الطوموبيل مفورسيه ما كاينلاش تهبط حتى اتوحل في الطلعه، حيت الطلعه شويه لابيست فيها شويه ديال الحجر كي كنقولوا، كاين البورباج. وانا بالضبط حضرت للطوموبيل بوربات هنا، وتم تراجع مشاريع صافي خليتهم انا، مشيت نظرا لضيق الوقت ما قدرش نبقى باش نعاونهم، ما عرفت باش تلاوها باقي علي. هاد لابيست هادي الا ما كانش عندك الطوموبيل صحيحه ما كاينلاش تهبط الطوموبيل ديالك لتحت، تقدر تخليها الفوق في امان الله وتصبر تضرب هذيك الطلعه على رجليك، راه كيلومتر و200 تقريبا اللي فيها. دونك قاصحه شي شويه باش تمهز الباكاج وتهبط هذيك الهبطه كلها، راه قاصحه. على اي راه تخلي الطوموبيل ديالك الفوق هنا في الدوار في امان الله، الناس ترونكيل ظريفين الله عمر هضر ما تخاف والو. على اي الطوموبيل الا جات راه كتجي حتى لتحت هنا وكتبقى، سينو الا بغيت تهبط لتحت لجهه ديك لابتيت بلاج
إيه كاينه لا بيست مي القدام لهيه، دونك هنا كاينه لا بيست القدام لهيه. الا مشيت انا والرئيس يوسف راه كيدوز لها غير الموتور، هانتوما راه كيبان لكم هذوك الطريقه الصغار ديال الموتور. وهذا واحد القوس رائع، المشهد ديالو سبحان الله راه تلقاه حتى هو في الاخر ديال هذا الفيديو هذا. غادي نحط لكم فيديو صورت لكم في هذا القوس هذا، المشهد ديالو سبحان الله رائع. دونك هنا هاد المصايد هادو كي قلت لكم راه كلهم زوينين، وكاين مصايد باقي القدام لهيه. يعني انا ما جربتهم، جربت شي وحدين، الرئيس يسرى جرب شي مصايد القدام لهيه وهو الرئيس عادل. المنطقه راه زينه ترونكيل ديال الصياده، اللي بغى يصيد واللي بغى لا ترونكيليتي. وبالمصادفة تلاقينا هنا المرة الأولى ملي مشينا أنا والريس يوسف، الناس جايين من كازا باش يصيدوا في هاد البلاصة هاتي. يعني راه معروفة بالشرغو، معروفة بالحوت الكبير. إوا نتمنى الله يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش علينا باللي لايك، واللي مازال ما دار ابوني تابونا. دابا خليكم مع بعض اللقطات ديال هاد المنطقة هذه ديال الصيد، اللي غادي تزيد تمكنكم اكثر واكثر باش تعرفوا على المنطقة كي دايرة. مرحبا بكم، هذه قناتنا تيغو بليزير. راه غتلاقاو ليليان ديال لي فيديو اللي صورت هنايا، يعني ديال الصياده، غتلاقاهم في صندوق الوصف ديال هذا الفيديو هذا. ثاني غادي تافيشاو لكم في لافان ديال ليكرون. مرحبا بكم، ما تنساوناش شي بلايك، واللي مازال ما دار ابوني تابوناو ويفعل الجرس. وشكرا لكم على المتابعه. هاي الطريق، هذيك لابيس، هاي كلابيس، ولابيس فيها الحجر وواعره بزاف. عاد باش كتقطع الواد هنا، يعني الطريق لهذا المصيد هذا قاسحه شويه، قاسحه، كاين شي ديال البعد. وقبيحه هاد لابيس ديال اللي قبيحه شويه، الطليعه هادي اللي كتشوفوا، وهما المناظر. هادو المناظر، ها هو البحر اللي سخر الله. حنا مازال غنزيدو القدام لهيه. هادي قناتنا تيغو بليزير، مرحبا بكم، اللي مازال ما دار ابوني تابونا ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد ويشوف مناظر بحال هادو. وما تبخلوش علينا بلي كومونتير، وعاونونا باللايك. نخليكم حتى الاخر ديال الفيديو، وشكرا لكم على المتابعه. ها حنا الحمد لله وصلنا للمصيد، هو هذا هالقوس. شوف سبحان الله العظيم، شوف شوف الله عز وجل، شوف القوس، القوس سبحان الله العظيم من الأسفل. ها صنع الله عز وجل، سبحانك يا عظيم. القوس، قوس النصر إن شاء الله الرحمن الرحيم. نمشي نشوف هذاك المصيد الاخر لهيه اللي هو فاس. الرئيس ديما كيقلب على الحوت، ديما كيقيس هنا ويقيس هنا ويجرب هنا ويجرب هنا، ومع تيسير الله والرزق والله عز وجل، ان كيتكل على الله ويدير الاسباب.